بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن متواجدون بحي 88 مسكن بحي الوئة. هذا هو الحي اللي نسكن فيه. كازنوس هنايا مقر الفرع تاع الجزائر للمياه، ماشي بعيد، واحد 15 متر. حنا قلنا بلي راه عندنا مشكل تاع قدم شبكة توزيع المياه عندنا اون بي في سي، وراه دائما كاين اللي فويت، ودائما العمال تاع الجزائر للمياه دائما عندهم تدخلات كبيره هنا على مستوى حي الوئه من بين النقاط السوداء اللي درناها هنا. قلنا لو بروبليم عندنا لو بي في سي، ولا لو بي في سي، هذا لو بي في سي. بي في سي دروك هذا راه فايت 25 عام، ودائما عندنا دي فويت. اشاك فوا كاين دي فويت، بريميرمون اهضر للمال العام على مستوى شبكة الطرقات، تشوف الكودرون هنا ديجا ساي سي فوتي. هذيك الحاجة الزوجة، الناس راهي تخدم، بدات الخدمة تاعها من 4 تاع العشية مازال ما كملوش، راهم عاد في البداية تاع الخدمة. شو التعب اللي راهم يعانوه العمال تاع الجزائرية للمياه. حنا ماذا بينا ودرنا طلب، وهضرنا مع الوالي السابق، وهضرنا مع رئيس الدائرة السابق، وهضرنا مع مصالح الموارد المائية فيما يخص تجديد شبكة توزيع المياه على مستوى حي 88 مسكن. ورانا نهضروا عليها ورانا نعاودوها، وان شاء الله ان شاء الله يلبى هذا الطلب هذا في القريب العاجل. نتهنوا من هاد لي فويت هادو، باسكو علاه الفويت كيما هذا بي في سي، شو العمق تاع الحفير شحال؟ راه فايت واحد المتر ونص. هذا غير باش يديروا يصلحوا هذا الاصلاح تاع هذا التسلل. حنا ماذا بينا ان شاء الله، حنا ماذا بينا ان شاء الله يداركوا هذا المشكل هذا ويعاودوه اون بي اتش دي. ورانا دائما نعاودوها اون بي اتش دي اون بي اتش دي. دروك العمال راهم من 4 تاع العشية 6 تاع العشية مازال راهم 10% من العمل هذا، ومازال ما كملوش، مازال ما كملوش، ومازال الماء راه عاد يسير. حنا نتمنوا ان شاء الله مديرية الموارد المائية على مستوى ولاية النعامة تعاوننا، ويعاوننا سيد الوالي تاني يعاوننا، ما تكلمش بزاف باسكو لافيش تكنيك تاعها يا ربي تسقم بلا بعد 120 مليون ولا نقعدوا حنا دائما طابي جديد كيما هكا كان كاع روح عيب خسارة ايضال الملعب. حنا نتمنوا ان شاء الله بلا يكون معنا واحد من تاع الجزائرية للمياه يعطينا توضيح فيما يخص القدم شبكة توزيع المياه على مستوى حي 88 مسكن. شكون اللي نجم يهضر؟ نجم تهضر عيسى؟ نجم تهضر؟ ما كانش؟ لا على بالي انتوما ما تنجموش. حنا ماذا بينا شكون اللي نجم يعطينا تصريح فيه؟ غير بينا الشبكة تاع التوزيع القديمة. شكون اللي نجم يهضر معنا؟ جزائر للمياه. على مستوى حي الوئة. معليش حنا راهم يخدموا على قدم وساق، الله يحسن عونهم. معليش وراهم من الصباح، ماشي غير من لافويت، ماشي غير عندنا حنا. بارك الله فيكم والله يجازيكم، ان شاء الله هذا الانشغال هذا يوصل للسلطات المحليه على مستوى ولايه النعامه، ويشوفوا لنا ويديروا لنا حل هذا المشكل هذا تاع التصرفات المائيه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم رئيس جمعية حي 88 مسكن السيد بن عبو قادة، وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفيديو الثاني على مستوى حي 88 مسكن، تدخل أعوان جزائرية للمياه بالمشرية. مازال لحد الآن راهي الناس راهي تخدم، ومازال الماء ما حبش، ما قري بلعوا كاع السبابي، بلعوا كاع لي روبيني تاع الماء، مازال عاد يسير. لو بروبليم كيما ولد احنا في السابق قلنا، ودي قدم شبكة توزيع المياه، مام لي روبيني تاعها لي روبيني طاري ثاني مخسرين، الماء ما بغاش يحبس، ورا مازال عاد يسير. ومازال دروك راهي 28، مازال الناس راهي عاد تخدم، ومازال ما كملوش، والله مازال ما كملوش. ها الناس وين راهي؟ عندنا الظلمة، الله يجعلهم يسمحوا لنا برك، والله العظيم لا راهم من الصباح مازال ما ريحوش، الله يجعلهم يسمحوا لنا برك. هما لا مازال يخدموا،
هاد الخدمه بداوها على 3 تاع العشيه باش يكون على بالكم، ومازال ما بداوش الخدمه كاع نيشان. أموال الجزائرية المية كاع راهم جندين هنايا، أموال هنايا راهم كاع مجندين. نتمنى إن شاء الله هاد لافيت هادي يسقدوها لنا، ونتمنى إن شاء الله كاع الشبكة تاع التوزيع شبكة المية الشرب هادي كاع يعاودوها لنا على مستوى حي 88 مسك. وراه المدير تاع النعامة السيد بوعمامة راه على باله بهاد المشكلة هذا. هاي الخدمة بدات على 3 تاع العشية، على بالك بلي مازال ما بداوش كاع، راهم غير في الحفير وراهم يقلعوا في الماء.